ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنا بقى شباب، الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الزومبي وهنتكلم عن الكاموز اللي موجوده فيه نيبولا، والكاموز دي هتتفتح ازاي، وحوار الاوجمنتس والحاجات اللي اتضافت في اللعبه دي. كمل معايا الفيديو ده عشان تعرف كل جديد. طب يا شباب، قبل ما نبدا فيديو النهارده، السبونسر فيديو النهارده ان شاء الله هو لاجو فاست. لاجو فاست يا شباب ده في بي ان، تقدر ان انت تخش على اقرب سيرفر موجود ليك علشان خاطر تستفيد باقصى واحسن كونكشن انت تقدر تلعب عليه. لاجو فاست يا شباب هو سوفت وير متوفر لالعاب كتيره جدا، وطبعا احنا دلوقتي على بلاك اوب 6، هي دي اللعبه الجديده اللي موجوده حاليا. حضرتك تقدر انك بتفتح الايقونه بتاعت بلاك اوب 6 وبتشوف اقرب حاجه ليك وبتعمل سمارت بوست، واللعبه او من مجرد ما بتشتغل كده خلاص بيعمل بوستنج، بتبتدي حضرتك ان انت ايه بتخش على اقرب سيرفر ليك. وفي حاجه كمان هنا اسمها اف بي اس بوست، دي لما بتشغلها بيقلل من الانبوت لاج في الكيبورد والماوس والقطع اللي عندك في الجهاز. تمام يا شباب، دي الاسعار بتاعت لاجو فاست، حضرتك تقدر تستفيد منها، ودي موجوده شغاله على الكونسول وشغاله على البي سي. الكونسول فيه قطعه لازم تشتريها عشان خاطر تقدر تستفيد من الموضوع ده. كود الخصم بتاعي ان شاء الله سي اكس سي 30، هتاخد 30% خصم. تعمل ريديم هتاخد 30% خصم. يلا بينا نرجع الفيديو. طيب يا شباب، رجعنا كده، وده الزومبي ان شاء الله بتاع بلاك اوب 6. الزومبي ده شباب رايي فيه الشخصي الصراحه ان هو هيبقى من احسن الزومبي اللي موجود اللي اتعمل. يعني انا كان بالنسبه لي كل دور لا، ده هيبقى احسن زومبي ان شاء الله. طيب تعالوا بقى كده نخش، لان في شويه حاجات كده جديده معموله هنا. طبعا احنا عندنا الاول في مابتين، في عندك مابت اسمها ليبرتي فول، وعندك ماب اسمها تيرمينس. تمام يا شباب، دي المابات اللي موجوده هنا. مابات تيرمينس دي مابه كبيره شويه، مابه ليليه كده، ليها واقع رعب شويه عن عكس ليبرتي فول مابه بالنهار، ومابه يعتبر اصغر بكتير من تيرمينس. في استر اكس ان شاء الله هيتعمل لها فيديو لوحده يتعمل باذن الله. نخش بقى دلوقتي على ايه هو الزومبي وايه الحاجات اللي عندنا. طبعا دي الاوجمنتس، دي الحاجه الجديده اللي اتضافت، هي كانت موجوده في كل دور بس كانت موجوده بشكل مختلف. اللي هي ايه؟ كنت مثلا بنجمع زي كريستلز كده عشان نلفل بيها الامو مودز والفيلد ابجريد والبركات والحاجات دي كلها. هنا اسمها اوجمنتس. بص بقى يا شباب، في عندك خانتين، خانه اسمها ريسيرش وخانه اسمها اللي هي الاكويب، عشان تعمل ايه، تشغل الحاجه دي اللي انت خلصتها. الريسيرش بتخش زي ما انتم شايفين، انا عندي هنا لسه ما كنتش خلصت، ولكن هجيب لكم حاجات ليها علاقه بالموضوع. بصوا يا شباب، البرك بتاعت السبيد كولا مثلا اللي عندك، البركات الاي كولاز، تمام، وعندك دي الامو مودز ودي الفيلد ابجريد. ده الجديد اللي منضاف، الدارك فلير. تمام، ده يا شباب بيعمل زي الليزر كده، بيم كده بيطلع منك بيموت اللي قدامك، وفي نفس الوقت لما بتلفله على الاخر بلفله ازاي؟ شايفين هنا معمول عليه لوك، صح؟ ما اقدرش ان انا اعمل ريسيرش عليه. ولكن مثلا انا هنا دلوقتي الفرينزد جارد اهي مثلا، بدوس عليها عمل علامه صح، دي اللي هي ايه؟ الريسيرش كده. لما انا اخش العب زومبي اي اكس بي او اي حاجه بجمعها بتروح لمين؟ لده، عشان خاطر افتح الست حاجات دول. كل حاجه ليها حاجه يا شباب، تمام؟ كل حاجه من دول ليها حاجه، ويا ريت ان شاء الله لو هتبدا تبدا بالفرينزد جارد، لان هي مهمه جدا جدا. الحاجات بتاعتها الاوجمنتس بتاعتها مهمه جدا جدا، تمام؟ فاول حاجه هتبدا في الريسيرش هي الفرينزد جارد. بعد كده بالترتيب كده يا شباب، انت محتاج الاستامن اب والجاجرناج والكويك ريفايف والديت شوت. دول عندك ادي 1 2 3 4 سبيد كولا. سبيد كولا فيها شويه حاجات يا شباب ممتازه، فمش عايز بقى ايه اطول عليكم كده في الحاجات اللي هنا. تعالوا كده هنخش شويه فيديوهات، في حاجات انا مستعين بيها من التشانل اسمها ليجو انلوكد، هجيب لكم لقطات من عنده عشان ما بقاش كاني بسرق محتوى، لا بس انا عايز اوري لك عشان تفهم. انا ممكن ولا كنت اقول الكلام ده اصلا، بس انا عايز اوري لك عشان تفهم. تمام يا شباب، فتعالوا بقى نخش ايه كل حته كده، هقول لك دي بتعمل ايه وايه الحاجات اللي انت تختارها. احنا لما بنعمل هنا ريسيرش قلنا بتدوس صح، انت ليك واحده بس من الثلاثه، ها، عشان بس الناس ما تبقاش فاهمه ان كل تابه فيها صح، لا انت ليك واحده تختارها وتخش الجيم عشان تلفلها. نخش هنا على الكويب، عندك مثلا هيستا من اب، انا كنت اشتغلت فيها شويه، اخترت دي واخترت دي مثلا. طبعا لما افتح دي الهوت فود دي اللي هحطها ان شاء الله. يعني دلوقتي حاطط ايه الفري فولر دي، لما اخلص ان شاء الله احط الايه الداشر.
التاشر والهوت فوت هم دول احسن حاجتين تستخدمهم. كل بيرك او كل حاجه عندك ليك حاجتين بتستخدمها، حاجه لونها ازرق وحاجه لونها اللي هي الذهبي او الاصفر ده. ولما تلفل الحاجات دي كلها يا جماعه هتبقى تجربه الزومبي تجربه مختلفه تماما. انت هتلعب احسن مود زومبي ممكن تلعبه في حياتك. نيجي بالنسبه لللود اوتس، بس نتكلم عن اللود اوتس قبل ما نخش على البركات والشرح بتاعتها ان شاء الله. طبعا انت عندك الديكوي جوه شباب، ديكوي دي بنستخدمها بتبعد الزومبي بتشتته، ودي بتبقى كويسه لو انت عايز تخلع تلحق ايه تخلع من المكان. في حاجه اسمها جابل جام، دي يا شباب عشان بس تبقوا فاهمين دي تبقى فيه جوه الـ زي ماشين كده بتاعت اللبان ده موجوده في كل حته. ما تقعدش تستخدم منها كتير لانه بيستخدم منين؟ بيستخدم من اللي عندك، من اللي متسجل عندك. فما تقعدش انت تحرق في اللي عندك لان انت هتبص تلاقي فجاه جابل جام دي خلصت. بتجمعها ازاي جابل جام؟ بيجي لك جوه وانت بتلعب اثناء الويفز بتلاقي فجاه جالك جابل جام هديه. دي بتبقى كل كام ويف لازم بيجي لك. بس الفكره ان انت ممكن تستخدمها كتير جوه فهتلاقي نفسك خلصت اللي معاك، فحاول ما تهدرهاش لان في حاجات فيها مهمه جدا وكويسه جدا. عندنا الانرجي ماين، طبعا نتكلم كده بالترتيب. الانرجي ماين الشباب ده احنا عارفينه كان بيضرب زي كوره كده تحتيك، دي بتعمل زي انفجارات علشان خاطر تموت الزومبي اللي كانوا محيطين بيك. بتنفع ان انت تخلع يعني ايه لو اتزنقت. الفرينزد جارد دي بتشغل ارمر، تمام، في ارمر بيشتغل وفي نفس الوقت بيبطئ الزومبي شويه وبيخليهم كلهم متجهين ليك. يعني انت لو معاك حد من صحابك او كده بيبقوا متجهين ليك انت وبيبطئ الحركه بتاعتهم. وطبعا لما بتلف الفرينزد جارد دي بيبقى في حاجات كتير قوي ممكن تستخدمها هنتكلم عنها ان شاء الله. الدارك فلير دي اللي لسه متكلمين عنها شباب، دي زي ما قلت لك بتعمل بيم كده زي ليزر كده منك بشكل مستقيم او حاجه بيمسح اي حاجه في سكتك، وكل ما بتلفلها كل ما بتبقى اقوى وفيها كمان مميزات تقدر انك تفتحها لان هي ممكن تقوم صحابك لو متدونين او تعملوا ريفايف كمان عن طريق البيم اللي طالع منك ده. الهيلينج اورا طبعا مش محتاج نتكلم عنها، لو انت هيلسك كان بيقع بتقوم مالياه في ثانيه، ولو حد من صحابك متدون بتقومه على طول ريفايف. الايثر شراود برضو مش محتاجين نتكلم عنها، دي بتخليك تختفي من قدام كل اي زومبي ما بقاش شايفك لمده معينه من الزمن عشان تلحق تهرب، وبيبعده عن المكان ده كمان عشان تلحق تخلع انت. طيب كده احنا اتكلمنا عن الفيلد ابجريد وقلنا عن التكتيك اللي ممكن نستخدمه والجابل جام. الليثل بقى دي حاجه راجعه لك شباب، بس التوماهوك اللي هو او الكومبات اكس يعني ممتاز لان هو لما بترميه في اللي قدامك هي وان شوت وتقدر انك تبكها تاني، يعني تقدر تاخدها تاني وليك انك تشيل خمسه منها، طبعا ممتازه الصراحه. ومع بركات جوه هتساعدك قوي 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 لما بتقتل حد بالليثل بتاعتك بالميلي كمان حاجه زي كده بتدي لك دفع كده جري سبرنت اسرع بكتير، فطبعا هتبقى نفعك جامد. طب يا شباب هنا بقى بالنسبه للود اوت، اللود اوت يا شباب هنا بتحط كل اتاشمنت عادي جدا لان ده زومبي انت ليك 8 اتاشمنت، تمام، لان في اسلحه فيها خانات زياده، فطبعا انت ليك 8 اتاشمنت في الزومبي. وفي حاجه جميله جدا 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 جدا، انا دلوقتي عملت لود اوت حلو، طيب عايز اسيف اللود اوت ده كده. اللعبه اصلا فيها ميزه جميله ان اي لود اوت انت بتعمله بتسيف اوتوماتيك، مش محتاج تقعد تسيف كل شويه. طب انا دلوقتي عايز اسيف اللود اوت ده للزومبي، حضرتك بتقوم جاي دايس على الخانه دي كده، واقف على السلاح اللي انت عايز تختاره، وانا خلينا نجرب في سلاح مش معمول له لود اوت اهو مثلا ده، تمام، وقفت على السلاح ده اهو مفيش علامه حمراء تحت، علامه حمراء تحت دي تحت الزومبي، هتلاقي ظاهر لك ايه تحت ست زومبي بيلد، تمام، نقف عليه كده ندوس ايه ست زومبي بيلد كده اسجل ايه زومبي بيلد ست. ايه اللي بيحصل هنا يا شباب؟ انا دلوقتي دخلت جوه المابا، السلاح ده محطوط على الحيطه اقدر اشتريه، مجرد ما بتشتريه بيبقى باللود اوت بتاعك، مفيش بقى ايه مفيش بقى رغي كتير وفتي كتير. ولو المفروض ان الوندر ويبن كمان اللي هو الصندوق اللي بيطلع لك سلاح عشوائي كده برضو بيبقى نفس الفكره، فدي حاجه ممتازه 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 انك تعملها. اعمل لود اوت لكل سلاح، اعمل له لود اوت كل سلاح تقوم اعمل له لود اوت، هتلاقي نفسك ايه ظبطت الدنيا، مش محتاج بقى تقعد اعمل لي لود اوت وتعمل لود اوت وتفش الكلام ده، تمام تمام. نتكلم بقى دلوقتي ان شاء الله عن الاوجمنتس. الاوجمنتس يا شباب عندنا اول حاجه
اول حاجه هنتكلم عنها ان شاء الله يا شباب هو البي اتش دي، البرك اللي اسمها بي اتش دي سلايدر. تمام، بص يا شباب، بي اتش بي الفلوبر، هنبدا طبعا اول حاجه في البركات قلنا في ازرق وفي الاصفر. الازرق فيها عندك حاجه اسمها جرافيتي، وعندك حاجه اسمها رام دكتور رام، وعندك حاجه اسمها سلايدر. تمام، كل واحده بتعمل حاجه. انا عن نفسي يا شباب انصحكم تستخدموا البي اتش دي سلايدر، لان دي بتعمل ايه؟ وانت بتتزحلق على اللي قدامك، بتخليك وانت بتتزحلق على الزومبي تموته. طب انا دلوقتي مثلا في راوند والامو بتاعتي خلصت ومعيش فلوس اشتري امو، لان طبعا من ضمن الحاجات اللي هنا ان الامو غاليه جدا. تمام، فانت دلوقتي معاكش انك تشتري امو، فهتعمل ايه؟ ساعتك تفضل تتزحلق في الزومبي كده، لان الزحلقه دي لما انت بتكون فعلتها خلاص وفتحت الاوجمنت دي، الزحلقه دي بتخليك تموت الزومبي لا محاله، هيموت. فانت تقدر ان انت تجمع اسنز عشان خاطر تشتري امو تاني. بالنسبه بقى شباب للبركات الصفراء، هنختار اخر واحده ان شاء الله. دي بتعمل ايه؟ بتخليك لما بتيجي تتزحلق بالمسافه بتاعتك بتزيد والسرعه بتزيد، فانت دي هتخليك سواء تهرب او انك تتحرك هيكون حركتك اسرع بكتير. يبقى احنا كده البركتين اللي هناخدها من البي اتش دي، هناخد اخر واحده في الزرق، وهناخد اللي هي السلايدر، وهناخد اخر واحده في الصفر. تمام كده، نيجي يا شباب للاستامين اب ان شاء الله. دي من البركات اللي بتدي لك، بتزود لك الموفمنت بتاعتك، بتزود سرعتك وانت بتجري. طيب ايه بقى الثلاث حاجات بتوعها؟ قلنا الازرق والاصفر. الازرق عندك ثلاث حاجات، حاجه بتخليك لما بنط من مسافه عاليه ما بتاخدش دامج، الحاجه الثانيه بتدي لك سرعه وانت بتجري، ودي جميله جدا يا شباب، هي دي اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله. وحاجه تانية بتدي لك سرعه زي البيرك اللي اسمها ستوكر اللي موجوده في فور زون، اللي هي لما بتيجي تعمل اي دي اس تبقى فاتح الايم تتحرك يمين وشمال بسرعه. بس دي طبعا مش عايزينها في حاجه، احنا عايزين اللي هتدينا السرعه واللي هي اسمها داشر. تمام، نيجي يا شباب للبركات الصفراء ان شاء الله. عندنا ماينر اللي هي الاولانيه الهارد تارجت، وعندنا الكوارتر باك، وعندنا الهوت فوت. اللي احنا هنستخدمها باذن الله هي الهوت فوت دي يا شباب، هتديكوا سرعه رهيبه، سرعة رهيبة حرفيا. تمام، فيعني دي اللي هنستخدمها هي واللي قلنا الستوكر اللي فوق دول يا باشا، سوري الداشر ودي هي اللي هنستخدمهم ان شاء الله. نيجي يا شباب ليه الديد شوت، دي من البركات المهمة جدا. كل جيم في ليبرتي فول تقدر حضرتك ان انت تشتري سنايبر من على الحيطة، وهتروح عند المنطقة اللي هي القبور اللي فوق دي، الجريف اللي فوق، في حتة فوق على اليمين هتلاقي لما تفتح السنايبر هتلاقي كنزات كده بعيد زي ما انتوا شايفين، تقدر انك تضرب الكنزات دي هتدي لك ايه الهيد شوت داكري، دي هتتفتح معاك اهي، تقدر ان انت تستخدمها على طول، ودي معاك من بدايه من الجيم. بركات الزرقاء اللي عندنا ان شاء الله في الديد شوت، عندنا الديد هيد، وعندنا الديد فيرست، وعندنا الديد اجين. دول بيعملوا ايه؟ كل واحده بتعمل حاجه يا شباب. دي هتزود في حاجه، بتزود الكريتيكال بتاعتك اللي هي الهيد شوتس، طبعا هي هنا قائمه على الهيد شوتس، انت الكامو عشان تفتحه قائم على الهيد شوت، تعمل 2000 كريتيكال. كريتيكال دي اللي هي الهيد شوت، تموت 2000، تعمل 2000 كيل كريتيكال هيد شوت. فطبعا احنا محتاجين البرك دي لان هي بتزود قوي ايه الهيد شوت بتاعك. تمام، سواء دامج او نسبه ان هي الطلقات بتاعتك تهت هيد شوت. البركات الصفرة بتاعتنا ان شاء الله عندنا الديد بريك، وعندنا الديد درو، وعندنا الديد سيت. شباب احنا هنا ان شاء الله بالنسبه للبركات اللي هنستخدمها للديد شوت، لو انت بتعمل كامو، لو انت بتجرايند كامو، هنستخدم الميجر اللي هي الديد فيرست دي اللي هتستخدم. طيب لو انت عايز تعمل راوندات عاليه حضرتك هتستخدم الديد هيد، لكن البرك الصفرة لا محاله هتستخدم الديد بريك، مش هتستخدم اي حاجه تاني، لان دي هتساعدك ان اي زومبي حاطط ارمر حضرتك هتعمل له دامج. نيجي بعد كده يا شباب للسبيد كولا. طبعا السبيد كولا من اهم البركات في اللعبه، لان دي بتخلي الريلود بتاعك سريع. البرك دي معروفه من زمان يا شباب. البركات الزرقاء اللي عندنا في السبيد كولا، تمام، عندك السوبر تشارجد، وعندك الكلاسيك فورمولا، وعندك الفانتوم ريلود. الفانتوم ريلود حاليا فيها بج، الله اعلم هيتصلح امتى، ولكن الكلاسيك فورمولا هي اللي احنا هنروح لها شباب. السوبر تشارج دي بتخليك تشحن فيلد ابجريد اسرع شويه، ولكن مش المده اللي مستاهله، يعني لو بيشحن اسرع من كده ممكن نحطها معانا، ولكن الكلاسيك فورمولا هي دي اللي احنا هنستخدمها يا شباب. نيجي يا شباب للبركات الصفراء ان شاء الله. البركات الصفراء عندنا، عندك اول حاجه سبيدي روليت، وعندك كويك سواب، وعندك فاست بيتشر.
دي مع السبيدي رولات دي معموله للميستري بوكس، مش عايزينها في حاجه اصلا. الكويك سواب وعندك الفاستر بيتشر. احنا ممكن هنستخدم الفاستر بيتشر بشكل كبير جدا جدا جدا. وان شاء الله يا شباب البركات اللي هنستخدمها الكلاسيك فورمولا والفاست بيتشر. انا عن نفسي لا ارجح الكويك سواب لان الفرق مش مستاهل. نيجي بعد كده يا شباب لبرك الكويك ريفايف. من البركات المهمه دي، بتخليك هلسك يطلع اسرع وبتقدر انك ترف صحابك لو تدونوا اسرع بكتير جدا. تمام، عاملين بقى فيها حاجات كويسه جدا السيزون ده. البركات الزرقاء بتاعت الكويك ريفايف عندك اي ام تي، وعندك اكويفالنت اكستشينج، وعندك داينج ويش. ودي اكتر حاجه بروكن موجوده دلوقتي هي الداينج ويش. ليه بقى يا شباب؟ الداينج ويش دي بتخليك لما تتدون، انت هتتدون خلاص، بيظهر لك حاجه، طبعا الصوت بتاع اللعبه بيقطع خالص، وبيظهر لك الرساله تحت ان انت هتاخد مناعه ضد انك تاخد دامج لمده ثانيتين عشان تلحق تهرب. لازم حاول انك تستفيد منها لان دي هتخليك تهرب من مواقف فتتزنق فيها كتير جدا. فهي الصراحه مهمه جدا جدا جدا. تحط الميجر، هتحط الداينج ويش دي، لازم هتحط الداينج ويش. تمام كده. طبعا هتخسر البركايه بعد ما تستخدم الخاصيه دي، البركايه تخسرها، ممكن سعادتك تروح تشتريها تاني، مفيش اي مشكله. بالنسبه للبركات الصفراء، سعادتك عندك حاجه اسمها سويفت ريكفري، وعندك حاجه اسمها كارميك ريتيرن، وعندك حاجه اسمها سلو ديث. اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله السويفت ريكفري، وهنستخدم الداينج ويش. تمام، السويفت ريكفري دي لما انت بترف حد من صحابك بتاخد موفمنت سبيد رهيبه، بتاخد بوست الموفمنت سبيد رهيبه، فحاول انك تستفيد بدي. اي موفمنت هتنفعك قصاد الزومبي. نيجي يا شباب بعد كده للجاجرناج، ودي من اهم البركات حاليا في الزومبي، والمميزات اللي عملوها في البرك دي بقت رهيبه يا شباب، رهيبه. فتعالوا كده نشوف ايه التلات بركات الزرق اللي معانا للبرك دي. اول برك عندك اسمها بروبايوتيك، دي بتخلي الهيلث بتاعك يزيد 50 اتش بي، يعني انت لو 250 بتبقى 300. تمام، وفي بعد كده التيرتل شيل، وبعد كده الرياكتيف ارمر. التيرتل شيل دي لما بتدي ظهرك للزومبي الدامج كله بيبقى في الشيلدات، هيلثك ما بينزلش. انما لو بوشك، لو بتاخد الضرب من وشك، هيلثك بينزل والشيلدات. انما لو مدي ظهرك للزومبي الدامج بيبقى في الشيلدات بس. في بعد كده حاجه عندك اسمها رياكتيف ارمر. تمام، دي بتعمل ايه يا شباب؟ دي كانت بيرك موجوده زمان عليها شكل عنكبوت كده. البيرك دي بتعمل ايه؟ لما انت ارمرايا كامله بتتكسر، انت معاك 3 ارمرات. تمام، لما انت بتمكس الارمرات بتاعتك بيبقوا 3. الارمرايا الواحده اللي بتتكسر بتقوم مديه افكت ستان لاي زومبي حواليك عشان تلحق تهرب. بس الصراحه احنا لو هنستخدم ممكن نستخدم التورتل شيل. طبعا نيجي بعد كده للبركات الصفراء للجاجرناج، عندنا حاجه اسمها ريتاليشن، وحاجه اسمها هاردنينج بليتس، وحاجه اسمها ديورابل بليتس. ريتاليشن دي بتعمل ايه؟ بتاخد 50% زياده لما الهيلث بتاعك بيبقى واقع دامج، يعني ده بونص، بتاخد بونص دامج زياده 50% لما هيلثك يبقى قليل. الثانيه اسمها هاردنينج بليتس، دي بتعمل ايه؟ دي بتخلي الشلدات بتاعتك اقوى شويه. تمام، الديورابل بتزود من التحمل بتاع الشلدات. البركات اللي هنستخدمها ان شاء الله بالنسبه للجاجرناج، هنستخدم الرياكتيف ارمر، وهنستخدم ايه؟ الهاردنينج بليتس، لان هم دول اكتر حاجتين تقدر تستخدمهم. الرياكتيف دي زي ما قلنا علشان لما الشلدات تتكسر الزومبي اللي حواليك بياخد افكت، بياخد كده ايه، ستان، بيقف مكانه كانه لابس ستان، فدي هتدي لك انت افضليه طبعا بكتير. نيجي للبرك اللي بعد كده يا شباب، الاليمنتال بوب. البرك دي يا شباب بتعمل ايه؟ بتخليك تستخدم كذا نوع طلقات اللي هي الامو مودز، كذا نوع، وفي نفس الوقت في حاجات بتفتح لها طبعا بتدي لك حاجات مميزات ليك جدا. فخلينا نخش كده على البركات الزرقاء بتاعتها. عندك حاجه سيترس فوكس، وعندك الامبيريال بيتش، وعندك الالكتريك تشيري. انا عن نفسي الصراحه شايف الالكتريك تشيري هتبقى احسن حاجه. دي بتعمل ايه؟ لما بتيجي تعمل ريلود للسلاح في افكت كده بيطلع بيعمل ستان، برضو ستان لاي زومبي حواليك، كان في كل دور بيموت بعد كده نرفوه. نيجي يا شباب للبركات الصفراء ان شاء الله معانا. البركات الصفراء عندك اول حاجه اسمها
فولنيرا فولنيرا بين، وعندك حاجة اسمها باينابل بلاست، وعندك حاجة اسمها تشيل بيري. اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله يا شباب، لو انت بتعمل جرايند للكاموز هنستخدم السيترس فوكس دي. دي بتخلي ايه الامو مود اللي انت حطه، نوع الطلقات اللي انت حاططها هو اللي يفضل موجود اكتف بس، علشان لو هو بيغير نوع الطلقات بتاعته راندوم مع نفسه ممكن انت مطلوب منك حاجة معينة تعملها بنوع طلقات فهتأثر عليك. فلا احنا عايزين نفضل ثابتين على النوع بتاعنا. ولكن لو انت جنرال يوز بقى عايز تستخدم بقى استخدام عام بقى براحتك. انا اللي قلت لكم عليها اللي هي الالكتريك تشيري دي، هي دي اهم حاجه شباب، لان دي مهمه جدا جدا، هتنفعك هتنقذك كتير. بالنسبه لبرك الصفرا ان شاء الله هنستخدم اللي هي الفولنيرا بين، لان دي بتعمل لك ايه، دي بتزود نقط الضعف. مثلا الانمي ده بيتاثر بالكهرباء هتبقى الدمج اكتر، بيتاثر بالنيبلا اللي هي النار بتدمج اكتر، هيتأثر بالفروست بلاست او اللي هي التلج هيبقى كده. نيجي يا شباب للبرك اللي بعدها اللي اسمها ميلي ماكياتو. دي يا شباب لما انت بتاخدها البرك دي بتدي لك افكت كده بانك الضرب الميلي بتاعك بيبقى عباره عن بواني بس بتبقى قويه جدا. نخش بقى على البركات الزرقاء بتاعتها ان شاء الله. عندك اول حاجه اسمها اكسبريسو، عندك بعد كده فامبيريك اكستراكشن، وعندك التريبل شوت. نخش على البركات الصفراء بتاعت الميلي ماكياتو يا شباب. عندك اول حاجه اسمها ستيك اند موف، عندك تاني حاجه اسمها سترينثن او سترينث تريننج، عندك اللي بعد كده هيدن امباكت. والسترينث تريننج دي ممكن بتدي لك امكانيه ان انت تموت الزومبي بوان شوت بس بالميلي، بس طبعا دي ما اعتقدش هتبقى في الراوندز اللي قدام يا شباب ان هي هتنفعك. كده كده عموما البيرك اوفر اول البرك مش اقوى حاجه يا شباب، بس كل حاجه فيها تقدر تمشي، يعني دي على حسب هواك انت حابب ايه، ما فيهاش حاجه معينه يعني. معلش على التاخير، بس طبعا انتوا فاهمين يا شباب ان بيبقى فيه حاجات بيتعمل لها باتش، حاجات بتتعدل، فانا مش عايز ابص الاقي نفسي عملت التعديلات وعملت الحاجات دي كلها ولبستها على الفاضي، فلا ما انا مش حابب كده الصراحه. فده كده يا شباب الشرح بمنتهى البساطه. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.